السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المهن المطلوبة حاليا في دولة كندا: مساعد البناء، مشرف إنشاءات سكنية، مساعد نجار، منسق لوجستيات النقل، مرمم المنزل، مدير الإنشاءات، كاتب مسك الدفاتر، إصلاح السيارات، مساعد إداري، وغيرها من المهن. في نهاية الفيديو سأضع لكم رابط الموقع لكي تتقدموا على إحدى الوظائف، وحظ موفق للجميع.